الجمهور ديما موجود استنى الجوارات وجيت منك انت شفناه. الجمهور كما عودنا في كل مقابله يكون حاضر. اليوم عملنا نصف المهمه، ما زلت استنى فينا شو ثاني في 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 جنوب افريقيا. نتمنى ان شاء الله نفس الاراده نفس العزيمه ونفرحوا ان شاء الله المكشخين الكل ان شاء الله. المهمه راح تكون صعيبه وان شاء الله نكونوا قد المسؤوليه ان شاء الله. حسين نجم نقولوا كمان معناتها انا زيرو هنا في بلادك سهل شويه المهمه هذه، صحيح صعيبه ما سهل شويه. صحيح ما يخفاش عليك سان داونز من 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 احسن الفرق في افريقيا، وكان على بالنا بلي الماتش ما حش يكون سهل، خاصه انهم يحبوا يتحكموا في اطوار المقابله. دفعنا بشكل جيد، لقينا المنافس، طبقنا تعليمات المدرب، نتمنى ان شاء الله النتيجه هذه تكون حافز لنا ان شاء الله في مقابله العوده ان شاء الله. ان بون ماتش اليوم ليسبيرونس فيكتوار باهيه. صحيح حققنا المتغى، هو تحقيق نتيجة إيجابية تخلينا نلعبوا بأكثر أريحية في مقابلة العودة ضد فريق اللي ما يخفاش عليك، فريق اللي طبق كرة جميلة وتحكم في كل أطوار المقابلة. نتمنى إن شاء الله العودة بتأهل ونفرحوا المكشخين الكل إن شاء الله.